أن تتعلم منه أن تقلده في حياتك، أن لا تعصي الله عز وجل. كل شاب يصلي لله يفرح قلب الحسين، كل فتاة تغطي شعرها تفرح الحسين، تشارك مع الحسين في نهضته. نهضت الحسين حق شنو كان؟ كانت نهضة في سبيل الدين، في سبيل إطاعة رب العالمين، في سبيل الصلاة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. سيجي فرد واحد يقول أنت شارك في الشعائر الحسينية، صليت لو ما صليت؟ الحسين ما يقبل. لو كنت حاضرا ليلة العاشر من محرم ولم تصلي، هل كان الحسين يقبلك في أصحابه؟ يريد أصحاب خلص، أصحاب مؤمنين، مو أصحاب فسق فجرا. ما يصير. حديث شريف جميل جدا: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. من الليل للصبح لطمت على الحسين، إلك أجر وثواب، بس ثلاثة الصبح وين راحت؟ يا أبا مو مهم. شو مو مهم؟ الحسين قتل من أجل الصلاة.